معايا عبر الهاتف الآن النجم الكبير حسام باولو، نجم منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية. كابتن حسام، منور الدنيا، دايما بتشرف بيك والجول حلو قوي. حبيبي كابتن كريم، شرف لي يا حبيبي كلامك وفوق دماغي، وكنت مع حضرتك من فترة وقلت لك أنا طموحي إن أنا لسه عندي طموح وعندي حاجات كتيرة بحلم بيها، فحضرتك بتكلمني أصلا وإحنا عندنا أصلا كمان إن إحنا بننام بدري عشان أنت عارف البطولة هنا في الغردقة والموضوع صعب يعني مش سهل، فبعونك يا رب إن شاء الله كأس مصري، ويا رب يا رب دعواتكم لينا ونرفع كأس مصر وكاس افريقيا يا رب ان شاء الله، لان انت عارف بقالنا فتره كبيره جدا المنتخب الشاطئيه ما خدش البطوله دي خالص. صح. ان شاء الله يكون اول كاس افريقيا باذن الله في مصر السنه دي ان شاء الله. ويتحط مع انجازاتك سواء الفرديه او الجماعيه يا كابتن حسام. الجول حلو قوي النهارده، احكي لي بس القرار بتاعك والكره جايه لك النهارده تاخدها بالشكل دوت بالتكنيك ده بالاداء المميز ده يا كابتن حسام. انا بعرض الكره وانت بتكلمني. والله يا كابتن كريم طبعا بشكر الجهاز الفني واللعيبه اخواتي الرجاله، الجهاز الفني طبعا بيشغلنا على الجمل ديت بقالهم فتره، لان انت عارف المنتخبات الافريقيه صعب جدا تتعامل معاهم بقى في البدني وفي القوه، فاحنا بنلعبهم بالتكتيك اللي المدير الفني بيقول لنا عليه. اللي هو اخطف واحده كده اللي هو كوره من الحارس، هم ما تخشش في احتياجات بدنيه، سجل على طول. فهو احنا ربنا كرمنا لما رحنا كاس العالم استفدنا كتير قوي 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 يعني مع المنتخبات الكبيره البرازيل والبرتغال وايطاليا، فاستفدنا المنتخبات ديت وصل للليفن ده ازاي. صح. فالحمد لله كاس العالم فادنا كتير قوي، فالحمد لله بنقدر ان احنا في بطوله امم افريقيا زي ديت وفي مصر لا اشتغلنا وحفظنا، فالحمد لله ولسه ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. كابتن حسام، ايه الاحتفال ده اللي انت احتفلته بعد الهدف عشان بفرج وانت بتكلم؟ الاحتفال ده قاصد بيه حاجه معينه؟ لا والله يا كابتن انت عارف الفرحه حلوه كابتن. انت انا كحسام ما انا كنت قاعد مع حضرتك وقلت لك انا لما بجيب جون لو انا في الملعب وما جبتش جون وفريقي كسبت 100-0 انا ما ببقاش مبسوط. انا بكون في مكان وما بقتش المكان اللي انا فيه ببقى انا ما بقاش مبسوط، فانا الحمد لله لما ربنا كرمني وجبت الهدف، فانا الهدف بفضلك يا رب ربنا بيكرمني بحاجات انا ما كنت ببقاش بحلم بيها. فالهدف بجد الناس كلها بشكريه الناس كلها الحمد لله الحمد لله ان احنا اشتغلنا عليه قبل الماتش بيوم. فالجمله ديت الكابتن مصطفى مشغلنا عليها قبل الماتش بيوم، هو الكابتن احمد ابو سيرين. فالحمد لله ان ربنا يكرمني وتخش كده بالحلاوه دي، فلا ربنا يشير لي خير عشان انا بتعب. صح. كابتن حسام باولو، نجم منتخبنا الوطني للكره الشاطئيه، بتمنى لك كل التوفيق وبهنيك على الفوز النهارده والهدف الرائع ده.